بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إنني أسجل هذا باللغة العربية أن الوقت الآن حان إني أرحل نهائيا عن أمريكا وأرجع إلى البلاد اللي آوتني، ولكن المولد كان في حيفا 1938، وكانت في ذلك الوقت تحت نظام الحكومة البريطانية، ولذلك أنا لم يحدث لي مثل ما حدث بملايين الفلسطينيين اللي أجبروا على ترك بلادهم وراحوا إلى البلدان العربية، وخاصة إلى الأردن، وكثير منهم إلى غزة وإلى آخره. وأنا طبعا وجودي في أمريكا هنا جعلني عندي حساسية كبيرة جدا، فلا أعترف بدولة العصابات الصهيونية على الإطلاق، فإنما أنا من المنادين أن تكون الدولة الفلسطينية من النهر إلى البحر. وهذا لا يعني أنه بدنا نذبح اليهود أو نتخلص منهم نهائيا، وإنما أنا أطالب بأن تكون هناك دولة واحدة، وهذا الشيء سيدمرهم نهائيا. لماذا؟ لأنه عدد السكان الفلسطينيين في الوقت الحاضر 6 ملايين، وعدد سكان اليهود في داخل دولة العصابات الصهيونية ب6 ملايين، منهم طبعا حوالي 25% تقريبا من العرب اللي في داخل الدولة الصهيونية، هذول عرب بيسموهم العرب الداخل. وعلى كل حال أنا متفائل من ناحية الفلسطينيين، لأنه عددهم يعادل عدد اليهود وهو 6 ملايين، وخلال سنوات قصيرة جدا إن شاء الله سيزيد عند عددهم. ليش؟ لأنه عددهم حيتكاثر، لأنه ما عندهم محلات يروحوا عليها، يعني لا يزالوا في بلادهم اللي أخذوها أو خلفوها من إرث من فلسطينيين، وما عنده في محلات أخرى يذهبوا إليها، ولذلك يصبحوا إنهم هم أكثرية خلال سنوات عديدة جدا إن شاء الله. الشعب الفلسطيني ما عنده مكان آخر يذهب على الإطلاق، ولكن اليهود هذول الملاعين كلهم عندهم أشياء يروحوا. بيروحوا على أوروبا زي فرنسا زي إنجلترا إلى آخره، وعندهم إقامات وعندهم دبل، يعني عندهم دبل ناشوناليتي، يعني إيش يسموها، عندهم جنسيات مزدوجة، وبيجوا هون على أمريكا، وعندهم أهمية كبيرة جدا من ناحية الإعلام هنا في أمريكا، فهم المسيطرين على الإعلام. واليهود واللي عددهم لا يتجاوز 5% من سكان أمريكا، وكذلك اليهود هم مسيطرين على الكونغرس، ومسيطرين على البيت الأبيض، ومسيطرين على مجلس الشيوخ، ومسيطرين على الهوليوود والإنترتينمنت، هذول الموجودين في داخل أمريكا، فهم مسيطرين على كل الأمور هاي كلها. والطريقة الوحيدة اللي نتخلص منهم إنه المسلمين والعرب والمسلمين والفلسطينيين في داخل أمريكا يهبوا إلى المشاركة بالانتخابات الأمريكية، وخاصة إنه مفتوح أمامهم المجال، فهم ليسوا عدة ملايين فقط زي أحوال اليهود، وإنما يعادلوا ما يزيد عن 14 أو 15 مليون
فهذولا لو رشحوا حالهم وصوتوا بالانتخابات هكون لهم هز كبير جدا. وأنا أقول حال أنا هاي اللي بطالب فيه، ولكن قد أفلح بهذا الشيء الآن وقد لا أفلح، لأنه أنا في طريقي إلى فلسطين، إلى البلاد، إلى البلاد، بلاد الآباء والأجداد. حتى هناك أعرف وأشوف أختي العزيزة اللي هي أم الحكم، والأقارب والأصدقاء وإلى آخره، والأهالي من بورين. وأنا لما بهمني على الإطلاق أنه اليهود قريبين جدا على بلدنا، وفي مستعمرات بسموها إتزار ومستعمرات براخة وإلى آخره، لا يهم، وسوف أقاوم بقدر ما أقدر على الإطلاق. فهم هؤلاء المجرمين القتلة، هذول اللي بيعاكسوا الفلسطينيين، بأخذوا أراضيهم وبقتلوا حيواناتهم وبيحرقوا أشجارهم. ومن جملة الأشجار اللي حرقوها أشجار أنا زرعتها بإيدي، أشجار اللي هي الزيتون، وقريبات على مستعمرة اللي هي إتزار، أو مستعمرة عند ما كان فيها حسب التواريخ اللي أنا أذكرها هو سلمان الفارسي. وكنا نطلع على هاي سلمان الفارسي، كنا نشوف تل أبيب من هناك، وهم أخذوها واحتلوها، ولكن إن شاء الله هترجع لنا في المستقبل. على كل حال هذا الشيء اللي أنا بقوله، وأنا لا أخشى اليهود على الإطلاق. هؤلاء أنا بعتبرهم جبناء، أنا عرفتهم هنا في أمريكا، كله عن طريق السياسي، لأن السياسة الخارجية الأمريكية ما هي إلا مطية لليهود المستعمرين، اليهود المسيطرين في داخل أمريكا. ولكن إن شاء الله وقتهم هيقرب، والإسلام يجتاح أمريكا، وهو بدأ أنه يصير تأثيره كبير جدا في داخل أمريكا، وإن شاء الله تكون النهاية. وأنا أذكر بهذا المصير اللي هو هي سورة الإسراء والمعراج، إن الله سبحانه وتعالى هيأ إنه الإسراء والمعراج يكون في نفس هذا الشهر، وكله يتعلق في قضية القدس والمسجد الأقصى، والذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ومن آياته لا أذكر الآن الصورة كلها، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ومين اللي جاسوا خلال الديار؟ كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو عبيدة عامر ابن الجراح. ثم بعد ذلك فإذا جاء وعد الآخرة، المهم أنه جاء بعد الآخرة فأرسلنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وكنا فجالسوا خلال الديار وكان عهدا مفعولا. والمهم أنه جاءوا المسلمين مرة ثانية أنه يحتلوهم ويطردوهم من بلاد فلسطين، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء والمعراج. فأنا بقول لكم يا إخواني في فلسطين أنه ثبتوا في أراضيكم ولا تخرج على الإطلاق، وتمسكوا، والله سبحانه وتعالى سينصركم وإن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.